وزير، يمكن الناس اللي بتتفرج دلوقتي على الهواء وبتتابعنا وبتتابع حضرتك وبتتابع هذا الاستعداد البادي والواضح على الشاشة على الهواء مباشرة بيسألوا حضرتك بتتابع الناس والمحافظين واللجان الانتخابية بتتابعها كلها ازاي، من خلال فيديو كونفرنس ولا من خلال الاتصالات التي ترد الى حضرتك؟ بالاثنين الحقيقه، انا في القاعة في غرفة العمليات فيها فيديو كونفرنس، ويمكن في السادة وسائل الاعلام المختلفة موجودين معانا حاضرين في اتصال مباشر بالسادة المحافظين بالفيديو كونفرنس في جميع المحافظات بغرف العمليات، وفي اتصالات تليفونية، وفي اتصالات عن طريق وزارة التنمية المحلية ووسائل الاعلام طبعا بناخد منها اي شكاوي، وفي نظام معلومات عامله مركز معلومات مجلس الوزراء الغرف العمليات في المحافظات بأي مشكلة أو أي لجنة فيها مشكلة بتبلغ المشكلة على طول عن طريق الكمبيوتر يعني وسائل الاتصال. ويمكن لو حضرتك شايف الإخوة اللي شايفين قدامنا الشاشات عليها على طول البيانات بتاعت كل اللجان، وإذا كان فيه وفي بوابة شكاوي في تليفون مباشر أو تليفون رقم المختصر ده للشكاوي اللي هو 16528. ده رقم شكاوي أي حد من السادة المواطنين بيتكلم عليه وبيبلغ 16528. أي حد بن شكوى بتوصل وبنتعامل معاها فورا، إذا كانت حاجة في خصوص المحافظات بنتعامل معاها، إذا كانت شكوى خاصة بالعملية الانتخابية نفسها وإشراف السادة القضاة بنبلغها للجنة العليا للانتخابات عشان تتخذ معاها الإجراء المناسب. طيب.